الحاجة الأولى اللي راح نديروها سيكو راح تقصي لي زوج إجابات في رأيك أنت غلطين، ولازم تخلي لي إجابة صحيحة، وإن شاء الله الإجابة الصحيحة تاعك تخمامك يكون كيما تخمام صحاب إن شاء الله. أنت في رأيك أنت ولا إجابة صحيحة؟ أنا شبح الصفرة طبق تقليدي جزائري خاص بولاية، هو على كل حال من يعني كل منطقة يتبدل يعني ويتبدلوا لي زانغريديون تاعو. نشوكيك قبل ما تليفوندي لي، نخلعك هاجيرة والله ما على بالها، والله ما على بالها، باينة باللي وين تدخل الكوزينة تحرق البلا. شفت مي معليش انت في رايك من الإجابة الصحيحة؟ والله شوف شبح الصفرة صراحة ما عنديش عليه فكرة يعني كطبق، ولكن على حساب يعني الاسم الميول تاعي الكبير يكون ممكن تكون طبق تقليدي خاص بالشرق الجزائري، نستبعد الغرب، ممكن اي بين باتنا وقسنطينة، يعني باتنا كنت يعني نعرف بعض الاطباق، يعني ليس عندهم بعض الاطباق. رحت لباتنا؟ باتنا قعدت فيها عام باتنا. صح. قسنطينة كانت عندي زيارة خفيفة بصح ما حصلش الشرف اني صح معليش. ميول كبير قسنطينة باش ما نطولوش. يلزم تقصي لي إجابة الأولى الغلطة اللي في حد رأيك وش راح تقصي؟ راح نقصي لوهران. حط يدك على وهران. مازال اصبر. حط يدك بصح ما تجبدش. حط يدك بصح ما تجبدش حتى نحسب لك الثلاثة. داك شبح الصفرة ما كانش في وهران. احتمال كبير ما كانش. نحسب الثلاثة اسحب وهران. أوكي؟ داك واحد اثنين ثلاثة أقصي وهران. ضربة كبيرة شوية لا شوية تبان مازال هو الفوق. صح قلت لي الشرق الجزائري باتنا قسنطينة باتنا، وش راح تقصي الآن؟ كما خبرتك راح نقصي باتنا. على باتنا كما قلت لك يعني كنت خدمت فيها عام وما سمعتش بهذا الطبق. متأكد؟ هما عندهم شخشوخة. متأكد؟ أوه ما تحكيليش عن شخشوخة تحبس لي ميسيون. متأكد ولا لا؟ تقدر تقول متأكد. وراح تقصي هذوك الآن؟ راح نقصي باتنا ونخلي قسنطينة إن شاء الله. حط يدك على رقم 2. لما نحسب لك الثلاثة تقصي لي الإجابة رقم 2، أوكي؟ داكو. واحد، اثنين، ثلاثة، أقصي الإجابة. ضربة كبيرة. الضربة كبيرة والستار ربي. حلو. أنت في رأيك؟ هاجيرة لا علاقة مع المطبخ تماما. وعبد الوهاب يعرف غير ياكل. هذاك هاك. اسكيو راح يخيروا في رأيك أنت رقم ثلاثة؟ احتمال تكون بين باتنا قسنطينة على حساب ما نعرفهم باسكو هما دي كولاك تاعي. طلعونا السيطار، ما تريبو كمل الهدر، طلعونا السيطار. يكون حبيت نقول لك حاجه قبل. ها انت في رايك راحوا رقم ثلاثه ولا لا؟ لا الله اعلم ما راحوش. ما تدورش الله اعلم ما راحوش. ضربه الزوجه قويه. ها الله اعلم ما راحوش. ما راحوا 100 مليون ان شاء الله ما يكونش راحت 100 مليون. دور مورال. ايش سكوجا؟ مازال ريحوا تما ريحوا تما. روح خويا روح. راه ماشي غير بلاك 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 بلاك. روح وقف. مازال روح خويا. وقف دور القدام. اوكي في زوج خيرتو قسنطينة. اوكي الإجابة تاعكم الطابقة. سما لا بالناس اسكو إجابة صحيحة ولا لا؟ عبد الوهاب أنت آكل ولا لا؟ سي بيان سير. تاكل؟ ناكل. فرح الطابلة. عندكم طاجين الحلو في رمضان؟ سي بيان سير. عندكم طاجين الحلو؟ هذاك هو شبح الصفرة يا وليدي. عطولي وطلعولي المورال
اسكو راح نلعبوا على 100 مليون سنتيم اليوم ولا لا؟ لا ما على باليش اسكو الاحساس تاعكم داكم للبير الغالط ولا راح يديكم وتلعبوا على 100 مليون سنتيم. طاجين الحلو ما فكرك بوالو. احنا نقولوا لا طاجين الحلو. واش تسمو الطاجين؟ طاجين الحلو. طاجين الحلو. ان شاء الله الاجابه صحيحه. قضي الامر. هيا.